ازاي استعدتي للامتحان النهارده وهل في مخاوف من اي حاجه ممكن تحصل؟ والله يعني هو ان شاء الله احنا باذن الله عشانين ان شاء الله ما يكونش في مخاوف ولا اي حاجه، وداخلين حاولنا على قد ما نقدر نعمل اللي علينا، سايبين الباقي على ربنا وبذلنا اقصى مجهودنا يعني، وعشانين ان شاء الله كل حاجه تطلع خير باذن الله. يعني كان في قبلهم 3 ايام ونص، قسمت الدنيا على 3 ايام ونص دول وظبطت الدنيا علشان اعرف اخش الامتحان. عايز اعرف منك بقى استعدادك للامتحان كان عامل اهو. الحمد لله احنا يعني المدرسين كانوا مدينا شيتس وحاجات احنا شغالين فيها كل الايام دي على المراجعات والحاجات القديمه، يعني شيتس لما المنهج كان في تضييع وقت كتير، بس برضه الواحد كان مثلا يعني لو ضيع وقت 3 ساعات مثلا يذاكر 4-5 كده يعني. قالوا 3 ايام بس المشكله بس ان يعني ما لحقناش علشان كان في 3 مواد تانيين بنحلهم اللي هو الاقتصاد والاحصاء والكلام ده، كنا بنحلهم وكل امتحان فيهم يعني بتاع اكتر من 20 سؤال وكل سؤال فيه كتابه كتير، فالواحد ما لحقش يعني يذاكر كل او ما ذاكرش بضمير قوي يعني. رايك ايه بقى في عمليه التعقيم اللي حصلت والاجراءات الاحترازيه اللي جوه المدارس؟ والله بغض النظر عن حدوث يعني بعض الاضطرابات وكده، بس يعني هم حاولوا يبذلوا اكثر جهدهم بحيث ان هم يعني يجعلوا كل حاجه كويسه وتساعدنا وتكون في صالحنا. يعني رايك ايه في الاجراءات الاحترازيه اللي داخل المدارس؟ لا كويسه جدا، اللجان متعقمه كويس جدا، وفي برده بوابه بنلف فيها بتعقمنا كليا وبنخش جوه بيدونا اللي هو الهاند جل والكلافزات. الاجراءات يعني الى حد ما كويسه، ما فيهاش مشكله كبيره. انا بدخل البيت قلقانه على اهلي مني، بس يعني بنحاول على قد الامكان ان احنا الهدوم اللي بروح بيها يعني ما حدش يلمسها او اي حاجه، او نسلم على حد اول ما ادخل. اللي فات كان في تجمعات كتير جدا، اولياء امور والطلبه كانوا بيوقفين هنا يعني مش بيخشوا المدرسه، يعني بيفضلوا واقفين لغايه ما الوقت يمشي بيهم شويه كده يخشوا. لا النهارده الوضع اتغير خالص يعني.